شوفوا شنو لقيت. طبعا انا لقيت عائلة مال غولم مال ايميرالد، ولقيت عائلة مال غولم مال ذهب. واو واو، الصراحة هذا عم القروي اعتقد يبيع هذني الجولمية. هاي، سلام عليكم عم القروي. وعليكم السلام خالي، كيف اقدر اخدمك؟ طبعا خالي اريد اشتري غولم ايميرالد او غولم ذهب. اي بس اول مرة لازم تختار يا غولم تريد تشتري. اوكي، انا اخترت الجولم هذا اللي من الايميرالد او العائلة مال غولم الايميرالدية، اقدر اشتريها او لا؟ اي اكيد، بس لازم تدفع لي فلوس. زين زين، كم تكلفته هذا؟ طبعا تكلفته 20 ستاك بلوكات ايميرالد. شنو 20 ستاكات بلوكات ايميرالد حتى اقدر اشتري لي عائله مال ايميرالد؟ اي بالضبط، اذا ما عندك فلوس ما اقدر اسوي لك شيء. زين خالي، اكو شيء ثاني غير الفلوس؟ اي طبعا اكو شيء ثاني غير الفلوس. طيب، شنو هذا الشيء الثاني غير الفلوس؟ طبعا الشيء الثاني بكل اختصار لازم تضغط على هذه البروش بليد. شفت هاي البروش بليد؟ هذه؟ ايوه بالضبط، هاي تضغط عليها وراح يوديك العالم مال التحديات. لازم تخلص كل التحديات بنجاح، تقريبا 20 تحدي لازم تخلصه بنجاح حتى ارجعك هنا وانطيك الجولم او العائله مال الجولم مال الايميرالد. تمام اتفقنا؟ اوكي، بس شلون فكره هذني التحديات؟ التحديات بكل اختصار لازم تجمع لك بلوكات، اوكي، او تاريكوتا بلوكات، يعني راح اوديك هناك وراح تعرف شنو السالفه. اوكي تمام خالي، يعني هسه انا اول ما اضغط على هاي البروتش بلايد راح اوديني العالم مو؟ ايوه بالضبط، بس اذا تفوز راح انطيك العائله مال الايميرالد. اوكي يلا اضغط على البروتش بلايد. يلا اوكي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم راح نضغط على البروتش بلايد. يلا 5 4 3 2. لا اوكي، شوفوا اني وين صرت، شنو هذا المكان؟ واو شوفوا وين ودانا عم القروي. واو شوفوا هذني البلوكات الرهيبات. طيب هنا عندنا ما اعرف شنو. طيب هنا عندنا هذني بلوكات مال كونكريت، فاعتقد لازم احنا الهدف مالتنا انه احنا نجمعهن كلهن ونحطهن فوق بالسرة يعني. فيلا نبدي ونشتغل ونجمع كل الكاريكوتا او تيريكوتا. اي تيريكوتا بالضبط. فوين نروح حتى نبدي المرحلة الأولى هذه؟ من هنا مرحلة، أي من هنا المرحلة الأولى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدي المرحلة الأولى ونشوف وين رايح ودينا. زين شنو هذه عندنا؟ عندنا بلوكات. أوكي أو شنو يا شباب؟ دقيقة، ثواني. إذا هاي شنو لازم أسوي شباب؟ اوكي هاي تنقفل وبعدين يعني من هنا نجي هيك وبعدين هيك، لازم نبرمجها هيك. اوكي يلا هسه تختفي. اوكي هيك وبعدين هيك. او شباب فهمت السالفه. لازم تركيز. اوكي هيك وبعدين او نو شباب، والله كنا نقدر نسويها، والله العظيم شباب وبنات. اوكي نو والله بالنهايه. او ماي جاد، اوكي هاي المرة الأخيرة، ليتس جو. 3 2 1 ليتس جو. يا الله اي ما دا أوصل. شنو هذا الباركور يا أخي؟ هيك يعني من المرحلة الأولى كلش صعبة، هاي ليش؟ أوكي ثواني خلي نركز. بسم الله الرحمن الرحيم. غريب، لازم نركز، لازم تركيز أنا يعني، لأن الصراحة شوي خايف. فالهيك ما جاي أقدر أركز. نو أوكي خلصنا أول مرحلة. حلو الحمد لله والشكر، خلصنا أول مرحلة. فنخلص أول مرحلة ونحطها بمكانها المناسب، نجي المرحلة اللي بعدها من هذا الاتجاه. أو ماي جاد، الصراحة المرحلة الأولى من أصعب ما يكون. أوكي خلصنا المرحلة الأولى، نجي للمرحلة الثانية. زين شنو هاي المرحلة الثانية؟ شنو فائدتها؟ شنو لازم نسوي إحنا بالضبط؟ أي حرفيا ما جاي أعرف شنو لازم أسوي بها الصديق، شنو موجود بين. أوكي هنا أكو مكان سري. حلو، شنو موجود داخل هذا المكان السري؟ حرفيا ما جاي اعرف شنو داخل هذا المكان السري. اوكي اوكي لازم نفلش كل اللوحات اعتقد اذا ما خاب ظني. اوكي فلش كلهن. ماكو شيء. اكو اعتقد هاي الدقمة اللي راح احنا لازم نضغط عليها. لازم نفتح هذا الباب. شنو موجود هنا؟ اي شباب ايش دا يصير؟ احد يعلمنا، احد يفهمني شنو دا يصير، شنو لازم اسوي؟ حرفيا ما جاي اعرف شنو هذا المكان، والله نهائيا ما جاي اعرف. That would be too obvious. شنو يعني؟ والله لازم نكسر هذه. اوكي عرفت، لازم نصعد فوق. خلينا نشوف وين لازم نروح. طيب وبعدين ما نصعد فوق حرفيا ما اعرف وين لازم اروح. والله اذا نجي هيك وهيك
ماكو شيء حرفيا. شنو لازم نسوي؟ كانه اني عرفت الحل. ثواني، اذا نجي هيجي ونفلش لنا واحده مال ليفر ونحطها هنا ونفتح الباب. حلو حلو حلو، ونضغط على الزر. اوكي خلصناهم. اوكي ثاني مرحله خلصناها بنجاح، ويلا ليتس جو ننتقل للمرحله اللي بعدها. اوه والله مراحل رهيبات، والله مراحل رهيبات. اوكي مرحله ثانيه خلصناها، نجي للمرحله الثالثه. اوكي مرحله الثالثه عندنا بلوكات مخفيه. حلو، طيب وبعدين؟ هذني كلهن بلوكات مخفيه، فلازم يعني نعبر هذني البلوكات المخفيه حتى شنو؟ حتى نفتح هذا الصندوق. زين، متاهه وبلوكات مخفيه في نفس الوقت. حرفيا اصعب ما يكون. اوكي وبعدين من وين؟ وبعدين لازم ننتبه البلوكات المخفيه. اي وين لازم اروح؟ اي هاي شنو لازم اسوي؟ اي من هنا الطريق اعتقد. اوكي بعدين من هنا اذا ما خاب ظني. اوكي من هنا، حلو 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 حلو، من هذا الاتجاه. اوكي زين، وين نروح؟ نروح اوكي اوكي اوكي، هاي صندوق. صندوق ليش؟ ما كان مسدود من هنا. اوكي اوكي، هاي شنو ايش دا يصير شباب؟ بعده مسدود المكان، هاي ليش؟ اوكي من هنا، من هنا اعتقد. هاي اي 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 اي، حرفيا ما جاي اعرف شنو دا يصير. بالله هاي شنو؟ اوكي اوكي هاي شباب، شلون اقدر افتح الصندوق هذا؟ والله غريب الامر، غريب. شنو لازم نسوي؟ حرفيا ما جاي اعرف، حرفيا كل شيء ما جاي اعرف شنو لازم اسوي بالضبط، ما جاي اعرف. بالله من هنا بلوكات مخفيه، بعدين من هنا. اي هذا الزر، هذا الزر شباب اعتقد لازم نقدر نجيبه، نقدر نجيبه. اي والله جبناه، او ماي جاد شباب. زين هاي وين لازم نحطها؟ اوكي خليني انتبه عليها، صفرة اعتقد هاي. اوكي خلصنا ثالث مرحلة، ليتس جو ننتقل للمرحلة الرابعة. واو 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 واو، مراحل رهيبة، مراحل رهيبة. خليني نشوف كم المرحلة، 3 4 5 6 7 8. هو عمو القروي قال لنا لازم نخلص ثمان مراحل، مو مشكلة. نسيت الصراحة. اوكي شنو عندنا هنا؟ عندنا خنازير كل شيء، واي رؤوس مال خنازير، ما اعرف شنو، مجسمات مال خنازير، شغلات، والله كل شيء مال خنازير هنا. زين شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا صندوق بيه حبة دايموند. شنو فائدة حبة الدايموند هاي؟ سيكريت دايموند، شنو يعني سيكريت دايموند؟ الدايموند السري. جزراية، حلو جزراية، لقينا جزراية. شنو لازم نسوي؟ خلي نشوف. عندنا ابروتش بليد هنا. فهمت، هذا الخنزير لازم يتبع الجزرايه. اوكي تعال هيك، وبعدين تعال هيك، وبعدين تعال هيك، واضغط على الفرتش بليد، اضغط عليهم كلهن. اي يا ورع، سيكريت دايموند، شنو يعني بسيكريت دايموند؟ طيب زين، وبعدين ما ضغطت على البرش بليد هذا، انفتح الا هذا، رهيب. اوكي على خلصنا هاي المرحله، رهيب رهيب. يلا ليتس جو المرحله اللي بعدها. واو واو واو، ماب غريب عجيب هذا صراحة، ماب من أروع ما يكون، ماب عجبني. أوكي خلصنا المرحلة الرابعة، نجي للمرحلة الخامسة. زين شنو عندنا بالمرحلة الخامسة؟ عندنا باركور. حرفيا ما جاي أعرف شنو فائدة هذا الباركور، بس مو مشكلة أصلا عادي، خلينا نضغط عليهن كلهن. هاي طيب وبعدين؟ بالله إذا ننزل هنا، هاي شباب شنو لازم أسوي؟ اوكي وبعدين ما ضغطنا عليهن كل برش بليدات، اعتقد اكو له علاقه هذا الشات. حرفيا ما جاي اعرف شنو لازم اسوي. احا هاي ليش متت؟ ليش متت؟ هاي تقتلنا شباب، هاي تقتلنا. دقيقه، اوكي فهمت. شوف انفتح الزر، انفتح انفتح انفتح، فلازم احنا نكون شوي سريعين. اوكي سريع 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 سريع. نو اعتقد ما لازم نضغط احنا على البرتش بليد. ثواني، اي والله شكله هذا هو. فما هاي ليش؟ ليش؟ شنو لازم اسوي؟ اوكي اوكي اضغط عليه. حلو خلصنا هاي المرحلة. واو رهيب رهيب المرحلة هاي، خلصناها. زين زين، يلا يلا ليتس جو ليتس جو، خلي نخلص المرحلة اللي بعدها حتى نحصل التريكوتا اللي بعدها. اوكي خلصنا رقم 5، نجي رقم 6. اوكي خلي نشوف. عندنا الالترا، خلي نجرب ناخذ الالترا وليتس جو. او 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 صعبة هاي.
شلون نرجع؟ شلون نرجع؟ نرجع من هنا، اوكي؟ خلي نشوف، اوكي الالترا من هنا، وبعدين او ماي جاد صعبة كلش، اوكي عندنا صندوق خلي نفتحه، اوكي حبة دايموند زين، حلو حلو حصلنا حبتين دايموند رهيب، خلي نرجع من البداية، اوكي، لازم نكمل هذا بنجاح، اوكي نجي هيج، اوكي، اوكي حلو، حلو بعدين وين لازم اروح؟ لازم اروح من هنا، اوه لازم نعيد من البداية، اوكي اوكي افتهمت، فليتس جو. نو 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 نعيد 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 لازم نجيبها صح ثواني خلينا نجي هيجي وبعدين نقمص اوكي 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 بليز بليز اوصل اوصل ليش ما وصلنا شباب ليش ما وصلنا والله اذا انفلشنا هاي البلوكة مال الصوف اي هذا هو هذا هو اوكي خلينا نشوف شنو موجود هاي ايش يصير نحط الدايموند والله put your ultra قال لنا حط الالترا مالتك هنا اوكي نحط الالترا ماكو مشكله زين وبعدين حطينا الالترا شنو لازم نسوي والله اذا نجي هنا هاي 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 اوكي اوكي صار عندنا رهيب الماب رهيب الماب يلا ليتس جو نروح المرحله اللي بعدها واو 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 خلصنا المرحله مال الالترا نجي للمرحله السابعه اوكي المرحله السابعه مرحله شنو هاي مرحلة شنو مال شنو مال شنو خلي نشوف ناخذ نفس ناخذ نفس اوكي هاي شنو هاي المرحلة هاي شباب شنو لازم نسوي بهاي المرحلة حرفيا ما جاي اعرف راح اغرق راح اغرق راح او ماي جاد راح اغرق راح اغرق شباب اوكي والله اذا نجي من هنا اي 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 سريع عسر عسر اركض 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 هاي 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 شنو هاي؟ شنو هذا المراحل شباب؟ حرفيا ما جاي اعرف اني وين، اوكي اكو صندوق خليني نفتحه، شوف شنو داخله، اوكي اكو حبة دايموند رهيب، زين يعني اذا لقينا الدايموند يعني احنا ماشيين بالطريق الصحيح، اوكي زين وين لازم نروح؟ حرفيا ما جاي اعرف اني وين من لازم اروح، اعتقد من هنا لازم اصعد لفوق، وبعدين مثلا نجي من هذا الاتجاه، وبعدين مثلا من هنا هاي 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 وين وين لازم اروح شباب؟ اي شباب 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 وين لازم اروح؟ حرفيا مو جاي اعرف او لقينا لقينا الزر حلو لقينا الزر شنو وين لازم نحطه؟ نحطه هنا اوكي خلينا نشوف كم حصلنا من بلوك بلوك 2 3 4 5 6 7 7 بلوكات حصلناها يعني تقريبا خلصنا ما باقي شيء خلصنا 7 بلوكات باقي القليل اوكي نجي المرحله الثامنه زين شنو هاي المرحله الثامنه؟ اوكي باركور 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 لازم نسرع الباركور اللي لازم تسرع بيه اللي لازم ولا غلط ولا غلط ولا غلط اوه نو عيد من البدايه ابو المور عيد من البدايه هذا الباركر يبي له ولا غلطه ولا غلطه ولا غلطه او نعيد من البدايه ونرجع نضغط عليه مره ثانيه دقيقه 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 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد اوكي هاي 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 شنو صار فيا شنو صار فيني حرفيا صرت غبي بالباركور اني دقيقه خلي نص شوي الصوت وين صوت كلش مرتفع اوكي هيك وبعدين هيك وبعدين هيك تركيز تركيز المشكله ده توقع على السريع لازم احنا نخلصها على السريع قبل لا توقع هي اوكي اوكي هاي المره بتجيب هاي المره بتجيب والله العظيم والله العظيم ماكو ماكو اليوم اليوم بعيده كلش هاي اوكي واخيرا وصلت عبرتهن كلهن زين هسه وين لازم اروح او هاي الدقمه حلو ضغطنا عليها ونجيب ونحطها هنا وليتس جو نروح نكمل المرحله اللي بعدها واو 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 ماب رهيب بس اوه باقي باقي تقريبا 7 أو 8 مراحل زايدات فمو مشكله حلو زين عندنا هنا سبونر اوكي دروع حلو اكو دروع خلينا ناخذ الدروع كلنا ذني واو 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 واي دروع عندنا ريد ستون على شغلات واو واو جولدن ابل على شغلات على بيكاكس على ما اعرف شنو عندنا ايميرالد يعني نقدر ناخذ الايميرالد زين عندنا حبه ايرن شنو لازم نحط هنا والله اذا نحطها هاي اي اي شنو لازم اسوي شباب احد يفهمني احد يفهمني شنو لازم اسوي والله اذا نروح هنا اوكي وبعدين طيب شنو او هاي دق بس بس شنو هاي المرحله والله غريبه الصراحه هاي المرحله من اسهل المراحل اللي سويتها بحياتي والله ما اعرف بس رحت لقيت الدقمه هذا هو يلا نكمل المرحله رقم 10 زين مرحله رقم 10 عندنا شغلات هنا عندنا دايموند رهيب عندنا هذا اوكي ناو كيو تراي ذا فيرنس دي يقول لنا افران اكو بالفرن اكو شغله
ثواني خلينا ننتبه جوا الفرن بالله ما في شيء. شنو لازم نسوي؟ او دقمه دقمه. شنو موجود بيها هاي الدقمه؟ اي دقمه شنو فائدتها؟ بالله انطانا كتابه اعتقد، خلي نشوف شنو موجود بالكتابه. It's behind the painting. انها وراء البينتينج او وراء اللوحه. شنو وراء اللوحه؟ ها not cute. ما اعرف شنو. try the top furnace. جرب الفوق. اي شنو السالفه؟ شنو لازم اسوي؟ قال لنا شوف فوق او الفرن اللي فوق شوفه. هذا شفناه، شنو لازم اسوي؟ هاي الدقمه هنا أنا. It is in the corner. انها بالزاوية. شنو اللي هي بالزاوية؟ هاي؟ بالله اذا نفلشها حلو ونجيب نحطها هنا. اوه صارت! هيك الشغلة. اوكي مو مشكلة. يلا يلا نكمل اللي بعده، المرحلة اللي بعده. رهيب 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 رهيب. اوكي المرحلة رقم 11. زين عندنا باب 2 3 4 يا باب بيهن نختار. خلي نشوف. يلا خير الامور اوسطها. يلا خلي او غلط غلط كوركت. اي هذا صحيح هذا صحيح. اوكي ليفل 10 احنا. وش ليفل ذيس يا مرحله هاي؟ اعتقد احنا هسه بمرحله خلصنا 7 وبعدين اعتقد 11. اي 11 اوكي صحيح. طيب واتس واز ذا ليفل ثيم اوف يعني مرحله رقم 6 شنو كان موجوده بيها؟ الليترا الترا او اندر واتر. اندر واتر لا مو اندر واتر يا لي لازم نعيد. اوكي الترا 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 صحيح الترا. من هو مصمم الماب؟ هذه هذا هذا مصمم الماب. لا مو هذه يا هو مصمم الماب. هذه لا مو هذه يا هو مصمم الماب. اي هذا مصمم الماب. اوكي هاو ماني كوماند بلوك هاف بين يوزد ان ليفل من 1 ل 11. كم من كوماند بلاك استعملت لصنع والله راح اختار 128. واو واو اوه مرحله خطيره هاي. مرحله الاسئله والاجوبه رهيبه رهيبه عجبتني. زين يلا ليتس جو نجرب نكمل المرحله رقم 12. اوكي مرحله 12 عندنا دروبر. لازم ندور على الماي، او قبل ندور على الماي خلينا ننزل على كيفنا. خلينا ننزل هنا اول مره ما نموت اعتقد. لا متنا. خلي نشوف وين لازم ننزل. او ما تدمجنا. شعجب شعجب ما تدمجنا. اوكي اكو صندوق بيه حبه دايموند وهذا الماي وهاي هذا الزر. واو حرفيا واو. اوكي باقي مرحله 2 3 4 باقي بس 4 مراحل. سريع سريع خلينا نخلصهم. وهذا هو خلصنا كل المراحل 1 2 3 4. مرحلة رقم 13 هسه. اوكي خلي اوه شباب شنو هاي؟ اوكي تراي اجين. هاي مرحلة الباركور الصعبة. اوكي مرحلة الباركور ما يأثر. اوكي اوكي اوه حلوة حركة اللي شو اسمها حركة السرير عجبتني بشكل مو طبيعي شباب. اوكي خلي نكمل. او نو اوكي خلصنا الباركور الحمد لله والشكر خلصنا هذا كله. هسه عندنا سلايم بلوك. اوكي نضغط على الدقمة وخلاص يودينا لهنا. بالله برايكم اذا نملأ كل هذني البلوكات وين راح يودينا برايكم؟ والله الصراحة اني كلش متحمس حتى اعرف وين راح يودينا. اوكي ننتقل للمرحلة اللي بعدها. او كلها ليفرات هاي. بالله اذا ننزلهن كلهن شنو راح يصير؟ حرفيا ما جاي اعرف. اوكي نزلهن كلهن. زين شنو لازم نسوي بعدين؟ شنو هاي الدقمه؟ او اكو بوتنات همينه. او او شنو لازم اسوي طيب وبعدين؟ اوكي اوكي 1 2 3. اوكي هذا شلون راح نضغط عليه هسه؟ هاي شباب شباب دقيقة هذني شنو فائدتهن؟ حرفيا ما جاي اعرف شنو فائدتهن هذني. والله اذا نسوي كذا والله ما اعرف ما اعرف صراحة شنو دا يصير. والله اذا نسوي كذا وبعدين مثلا او دقيقة دقيقة شباب دقيقة. هاي شنو لازم اسوي؟ حرفيا ما جاي اعرف. او اكو شتلة شتلات هذا خلصنا.
يعني بس ننتظر لين ما يجي لنا شكلات، يلا المرحلة الأخيرة، ليتس جو ليتس جو. والله الصراحة أني كلش كلش متحمس حتى أجرب المرحلة الأخيرة وأشوف شنو فائدتها. أوه شباب، شنو هاي المرحلة الأخيرة؟ زين إذا نضغط على وحدة من هذني الكوماند بلوكات وبعدين شنو لازم أسوي؟ طيب وبعدين؟ أي أوكي، صندوق بحب الدايموند رهيب. بالله إذا نسوي هذا الباركور، ثواني هذا الباركور لازم إحنا نسويه كله بكوماندات بلوكات، ما أعرف شنو، خلي نكمله كامل. أوكي نشوف وين راح نصير. أوكي هاي الدقمة حلو، بس إذا نجيب هاي ونحطها هنا، وهاي نجيبها ونحطها هنا، شنو يصير؟ أوه ماي جاد شباب بنات، بالله خلي نفجر، لازم نفجر شوي هذا الماب حتى شنو، حتى أوكي حتى يرجعنا للبيت. أوكي يلا فجر الماب، فجر أبو الماب، فجر. لا أوه أخيرا وصلت لهنا، يلا عم قروي هسا أقدر أخذ هذني العائلة مال الإميرالد. أي تأخذين، بس قبل كل شيء بعد أكو شغلة لازم أنت تسويها. شنو هاي الشغلة؟ التحدي وخلصته وفزت بكل التحديات، شنو لازم أسوي عم قروي؟ طبعا بكل اختصار حتى أني أقدر أنطيك العائلة مال الإميرالد، أريد هسا كل المتابعين يضغطون لايك ويشتركوا بالقناة ويفعلون جرس الإشعارات حتى أني أقدر أفتح لك الباب وأنطيك العائلة مال الإميرالد. الله عليكم شباب وبنات، اذا تحبوني احصل العائله مال الاميرالد اريكم هسه شباب وبنات تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات، يلا ليتس جو خلي اخذ العائله مال الاميرالد. لا